نحن اليوم بتاريخ 18 رمضان من عام 1440 هجري نقوم بتحضير وجبات إفطار صائم وسوف نقوم بتوزيعها على القانطنين في مخيم الأمل الواقع في ريف إدلب الشمالي للعائلات النازحة من ريف حمص وريف دمشق وريف حماة ومدينة حلب. طبعا هذه الوجبات مقدمة من منظمة وورد كير فونديشن وجزاهم الله عنا كل خير. أنا نزحت منذ 3 سنوات من معظمية الشام، أقمت في مخيم الأمل. يعني إذا ردنا نشرح لكم أطفالنا محرومين من كل شيء حقيقة، يعني من كل شيء، وعمل ما في، شغل ما في داخر، يعني دوبن أولاد المنطقة مأمنين حالهم، فنحن إلى الله المشتكى. اليوم أجت أحد المنظمات الله يجزيه الخير أعطونا وجبة، بس نحن بنتمنى منهم ومن القائمين على العمل الاستمرار في هذا الأمر، الاستمرار بمساعدتنا حتى في الإغاثة، في أمور الحياة، متطلبات الحياة.